بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المشاهدين، مشكلة بسيطة من مشاكل الكامتازيا استوديو 2021. لما بنيجي نفتح الكامتازيا كده، وطبعا أنا بسجل بالكامتازيا الناحية التانية، تمام، لكن أنا هفتح البرنامج اللي هو الكامتازيا الأصلي اللي هو الأخضر، بدوس عليه بيطلع لي رسالة الخطأ دي بتقول لي You current Microsoft WebView2 Runtime installed which may cause Camtasia to crash. ايه بقى المايكروسوفت WebView2 Runtime ده؟ ما كانش طبعا موجود قبل كده، دي حاجة جديدة تقريبا والله اعلم مايكروسوفت يعني مدخلاها مع الكامتازيا بحيث ان انت تبقى مضطر ان انت تستخدم المايكروسوفت ايدج وكده طيب هنقول له نو كويس مش عايزين، او اقول له ماشي ايس هقفله. هخش على افتح المتصفح بتاعي جوجل كروم، هدور على الحاجة دي اللي هي مايكروسوفت ويب فيو ران تايم، واقول له انتر. هلاقيها في اول حاجة، طبعا عندي حاجة خاصة سبيشال بمايكروسوفت، هفتحها وهدور على الداونلود. هلاقي قدامي لما نزلنا كده خطوتين لتحت، هلاقي هنا داونلود ويب فيو 2 ران تايم. ماليش دعوة بالجزء اللي هو البوت ستراب ده، مالناش دعوة بيه، وبرده ده نفس الكلام مالناش دعوة بيه. خلينا احنا هنا حسب السيستم بتاعنا، لو 32 بت هننزل اللي هو الاكس 86، لو السيستم بتاعنا الويندوز 10 64 بت او الويندوز 8 هننزل النسخه اللي هي ال 64 بت، على حسب طبعا جهازك كل واحد بينزل النسخه اللي هي ماشيه معاه. انا هنزل النسخه اللي هي ال 64 عشان انا 64 بت، وهقول له اكسبت وداونلود. تمام، مفيش مشكله، انا كنت يعني منزلها قبل كده، فهننزلها ونرجع لحضراتكم تاني باذن الله بعد ما يخلص تحميل ان شاء الله. وهنا خلاص هو خلص تحميل داونلود، بقفل الكروم خلاص مش عايزه، باخد الجزء ده اللي هو بجره كده طبعا من الداونلود مانجر، احطه هنا على الديسك توب، بقول له اقفل. تمام، وابتدي ان انا اسطب اللي هو الران تايم ده، بقى كليك يمين والاضمن طبعا زي ما سطبنا الكامتازيا، لو في بعضنا طبعا عاملين له يعني كراك وكده بضطر ان انا اعمل له ران از ادمنستريتور عشان ما يعملش اي مشكله، بقول له يس. بنتظر، وانا طبعا فاتح النت، انا مش قافل النت اهو، مفتوحه تحت ايه انستولينج مايكروسوفت ايدج ويب فيو 2 ران تايم. ما بياخدش وقت، هو بسيط يعني سهل. خلاص كده حمل، بقول له كلوز، واحده كده ريفريش، وابتدي افتح تاني الكامتازيا واشوف هيعمل لي نفس الحركه ولا لا. زي ما احنا شايفين المشكله راحت، و نتمنى لكم التوفيق والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.